هتهربي مني؟ هتروحي فين يا روبنزل؟ سيبيني، انت عاوزة مني ايه؟ اسيبك ازاي يا حلوة وانت فيكي شعر هيفتح لي باب السعادة والغنى؟ هاتي شعرك الحلو ده وروحي. لا مش هديهولك ولا هستسلملك. ها ها ها، هي راحت مني فين؟ شكلها هربت مني. برضو مش هسيبك، ومسيرة لاقيكي واقص شعرك الكنز ده واخده وابقى من الاغنياء. يا خبر، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا شكلي تهت ودخلت غابة بالغلط ولا ايه؟ انا خايفة، اكيد الغابة دي كلها حيوانات مفترسة. انا خايفة قوي، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت مين وايه اللي جابك هنا؟ ها، انا روبنزل، اوعى تأذيني، انا تهت وجيت الغابة هنا بالغلط. ما تخافيش ما تخافيش، انا اسمي ميمون ومش حيوان مفترس، انا اليف جدا. طيب الحمد لله، احسن، انا خايفة قوي. هو في حيوانات مفترسة هنا ممكن تاكلني؟ طبعا في، بس انت ازاي دخلتي هنا؟ انا كنت بجري من الساحرة علشان عاوزة تسرق شعري وتبقى غنية. ليه ليه، انت شعرك ماله؟ انا شعري فيه قوة سحرية بتصلح اي حاجة وبتعالج اي حاجة، وانا دلوقتي خايفة تيجي ورايا وتاخدني. انا هربت منها علشان كنت بدور على اهلي. ما تخافيش يا روبنزل، ما تخافيش، انا هكون معاكي وهحاول احميكي منها. شكرا جدا يا ميمون. مين البنت الحلوة اللي معاك دي يا ميمون؟ دي روبنزل يا فلافيلو، كانت بتهرب من الساحرة علشان عايزة تسرق شعرها، علشان شعرها في قوة سحرية وبيعالج اي حاجة. ايه ده بجد والله؟ طب ده انا حاسس بوجع في بطني من الصبح، مش عاوز يروح. تعرفي تعالجي يا روبنزل؟ طبعا يا فلافيلو، انا هحط شعري على المكان اللي تعبك وهيخف على طول. اهي الحتة دي اللي بتوجعني. ها، ايه ده الوجع راح؟ معقول؟ انت بجد معجزة، شكرا يا روبنزل. العفو يا فلافيلو. ايه ده، مين الجميلة دي وجات ازاي هنا؟ تعالي يا زرافة، دي روبنزل تايهة في الغابة. ازايك يا روبنزل، انت جميلة قوي وشعرك جميل. شكرا يا زرافة، انتوا اللي حلوين وطيبين قوي. دي شعرها في قوة سحرية يا زرافة، كانت بطني بتوجعني وحطت شعرها على الوجع وخف على طول. ايه ده، معقولة؟ يا زرافة، في حاجة بتوجعك انت كمان ولا ايه؟ أيوة، ده أنا دروسي بتوجعني قوي من مبارح. طيب تعالي يا زرافة جنبي. ها، واو، ده الوجع خف خالص، شكرا يا روبنزل، شكرا. العفو يا حبيبتي. ايه يا اخويا البت الحلوة اللي معاكم دي؟ دي روبنزل يا بقرة، تاهت في الغابة عندنا. طب ومش خايفة يا اختي احسن الحيوانات المفترسة تاكلك؟ انا خايفة فعلا، بس اصحابي الحيوانات قالوا هيحموني لحد ما اطلع من هنا واوصل لاهلي الحقيقيين. ان شاء الله يا اختي نقدر نحميكي منهم. اما روح بقى اجيب علاج للبقرة بنتي، احسن دي تعبانة قوي وحرارتها عالية. هاتيهالي انا هعالجهالك. ليه، هو انت دكتورة ولا ايه؟ لا يا بقرة، دي روبنزل دي شعرها في قوة سحرية بتعالج اي حاجة وعالجتني انا والزرافة. يا سلام يا اخويا، انا هروح اجيب بنتي، انا هروح اجيب بنتي حالا. سلام. اهي يا اختي بنتي. ها، بقيتي كويسة؟ ايوه يا ماما، انا خفيت ومش حاسة باي وجع خالص. الحمد لله يا بكرتي يا حبيبتي، شكرا جدا يا روبنزل. مين البنت اللي معاهم الحلوة دي؟ شكلها فريسة حلوة قوي، وانا جعان، اما اروح اهجم عليها واكلها واخد شعرها اللي بتعالج بيه الحيوانات ده. ده شكله فيه معجزة. الحق يا روبنزل، النمر جاي علينا، اجري بسرعة. يا خبر، ها ها، اجري اجري يا روبنزل. هربت مني، انا عجزت ولا ايه؟ ما بقتش قادر اجري زي الاول. مسيرة لقيك يا حلوة واكلك. ما تخافيش ما تخافيش، احنا هنوديكي للاسد سيمبا ملك الغابة، ده طيب قوي، هو هيعرف يحميكي. ماشي يلا بينا. يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا. في ايه يا حيوانات الغابة؟ ومين اللي معاكم دي؟ دي روبنزل يا اسد سيمبا، كانت الساحرة بتجري وراها عشان تقص شعرها وتاخده، عشان شعرها في قوة سحرية بتعالج اي حاجة، وهي هربت منها وتاهت في الغابة.
يا اخويا، دي عالجتنا وعالجة البت بكارتي بشعرها. اهلا يا روبنزل. اهلا يا اسد سيمبا، ممكن بس تحميني لحد ما اوصل لاهلي عشان في حيوانات مفترسة هنا وانا خايفة منهم ياكلوني. حاضر يا روبنزل، ما تقلقيش خالص، انت هتكوني في حمايتي لحد ما تلاقي اهلك وتطلعي من الغابة بسلام. شكرا جدا يا ملك الغابة. خديها معاكي يا ام سيمبا جوه وضيفيها كويس. حاضر يا ابو سيمبا. شفت يا سكار اللي بيحصل في الغابة؟ ايه يا نمر؟ في ايه؟ في بنت كده شعرها طويل دخلت الغابة بالغلط، بيقولك شعرها في قوة سحرية بيعالج اي حاجة. لا يا شيخ، معقول؟ زي ما بقولك كده، انا حاولت اهجم عليها بس هربت مني، ودلوقتي هي في استضافة الاسد سيمبا هو اللي بيحميها. احنا لازم نخطفها وناخد شعرها، ده هينفعنا قوي وهنكسب من ورا ذهب. ايوه والله عندك حق، خلاص احنا نستنى لما يناموا بالليل ونحاول نروح نخطفها. ماشي يا سكار. كفايه لعب بقى يا سيمبا مع روبنزل، سيبها ترتاح وتنام. حاضر يا بابا، بس بكره هنكمل لعب يا روبنزل، صح؟ صح يا سيمبا يا جميل، يلا تصبح على خير، وانتي من اهله يا صديقتي. يا ماما يا ماما، الحقوني الحقوني. سيبها يا سكار احسن لك، سيبها. بقولك ايه، لو قربت مني هضربك يا سيمبا. تضربني انا؟ طيب خد في دماغك، خد. اي اي اي، خلاص يا سيمبا خلاص. انت كويس يا اسد سيمبا؟ انا كويس الحمد لله، ده جرح بسيط ما تقلقيش. طيب هات ايدك كده. ايه ده، الجرح اختفى؟ معقول؟ ده طلع كلام الحيوانات عليكي صح، انا كنت فاكرهم بيهزروا. شكرا يا روبنزل. العفو يا اسد سيمبا، وشكرا انك حميتني. ده واجبي يا روبنزل. ازيك يا هالك؟ الحمد لله يا ملك سيمبا. خير، كنت عاوزني في ايه؟ في واحده هنا جت لنا الغابه اسمها روبنزل، تايهه من اهلها بقالها كتير قوي، ودي صورتها. عاوزك تروح المدينه اللي قالت لي عليها وتسال وتوصل لعنوان اهلها وتجيبهم يستلموها من هنا. بس كده؟ حاضر يا اسد سيمبا، ان شاء الله هرجع لك باهلها. يا بابا يا بابا، هالك جه بره ومعاه ناس. تعالي يا روبنزل تعالي. روبنزل بنتي حبيبتي. يا ماما يا ماما، وحشتيني. يا بابا وحشتني، انا دورت عليكم كتير قوي. شكرا يا ملك سيمبا، شكرا شكرا قوي. اشكري هالك، هو كمان هو اللي جابلك اهلك. شكرا يا هالك يا اجمل بطل خارق في العالم، شكرا. العفو يا روبنزل. انتي هتمشي يا روبنزل؟ انا مش عاوزك تمشي، انا حبيتك جدا. وانا والله حبيتك يا سيمبا، وهاجي ازورك على طول. ماشي يا روبنزل، هستناكي. مع السلامة. مع السلامة يا سيمبا. مع السلامة يا حيوانات الغابة. مع السلامة. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حدوتة النهاردة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، واستنونا في حدوتة جديدة. باي باي.